لن ترى عيناك من لم يعص الله قط، خاصة في زمانك هذا. فالعصمة من الصغائر والكبائر، كانت من خصائص الأنبياء، ولا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو كل أحد تراه عيناك عظم في عينك أو قل، فله معصية عند ربه، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وإنما يتفاوت الصالحون في الإنابة إلى رب العالمين تبارك اسمه وجل ثناؤه، فقال جل ذكره: منيبين إليه واتقوه. وليعلم، وهذا خاتمة المطاف، أن الله أودعك هذه الفطرة، ثم بعث إليك نبيا وأنزل كتابه، ثم هداك أن تقبل النبي وتؤمن بالكتاب، فأصبحت بالفطرة والنبي والكتاب مسلما مستحقا برحمة الله لدخول الجنة. ما الذي تخافه وتخشاه؟ أن تسلب هذا. لا يبقى في العمر مما بقي شيء مخوف أعظم من أن يبتلى الإنسان بأن يسلب الإسلام. قال الله عن الصالحين من خلقه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أحيانا الله وإياكم على الإسلام وأماتنا عليه، وجعلنا الله وإياكم مباركين أينما كنا، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.